إخوان حول العالم الأئمة الشعبيين ومن كذلك مؤتمن موسيقية موسيقية شعور التنمية الاجتماعية والمعادلة ربما تدخل إلى أن تدخل وجيز في حدود تغيير بعض المفاهيم بعض المغالطات لدى بعض الناس المؤسسين. أنا بالنسبة للحكي جميع الأئمة الشعبيين جميع الشعبيين هي المجتمع المدني وخصوصا على رأس الإسلام المدني الاستيقاظ لأنها تستخدم نقولها بكل صراحة وبكل ثقة. الثقة المسألة هو أن نهضر على المسألة ديال الإقصاء والتهميش وكذلك عدم تعيين المجتمع المدني كنرجع على النقطة الأساسية المهمة هو أن باقي المشكل لا يعود. أنا تبع الشخصية ديال المدينة الاستيقاظ لا شخصية مدنية ولا شخصية عربية ولا علمية ولا شخصية محكمة الحرمة أنها تشتغل بشكل الجملة اللي عندها رغبة بعيدة واستعراض إلى المجتمع خصوصا الاجتماعية لأننا كنا كنحاولوا مجموعة من الأنشطة كنا كنحاولوا مجموعة من الأدوات الإطار الشرعية والإطار التعددية والإطار كذلك تشكيل المجتمع المدني باش يكون عنده واحد الاستقلالية وتوعية رغم ذلك أننا نستمر وأن فينا سمحوا لي لاحظت دققت في هذه النقطة على الأساس أن بالنسبة كاين لجنة تتبع التقييم وتتبع معنا هذا أول حاجة ما كنستافدوش من مشاريع ديال جمعيات أخرى مدنية بخصوص ان ممكن يجي القرار متعلق بالشراطه المحسن تلقاو التصريح على بعض اللقاءات بعض الولايات بس ما يحسبوا لي باش نكونوا واقعي ما نبقاش مشغولين شغل المجتمع المدني. انا المجتمع المدني ما كيراهوش انا الجمعيه الراقيه انا الجمعيه الناس اسيدي الجمعيه تشتغل ياك انا راقي الجمعيه انا راقي الشراطه البدويه اللي نتعاون نعرف مع السنه اللي كنبغوا نمشي لها نمشي جمعيه نشوف اللي يتوزع هو ان منذ يعني تأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استغرب وأتأسف بسبب أن الإقليم استيقاظ على تأسيس مجلس صغار خصنا عندنا مجلس صغار باش تمثل المسؤولية المسؤولية الجزئية تطرح مع الصورة المحلية خصنا عندنا مجلس صغار باش تجميع المشاريع الجزئية باش نلقاو في واحد يشتغلوا واحد يضروا باخو يقول لنا المسؤولية المجتمع المدني باخو يقول لهم ديروا بالنسبة للتبع الإطار الشرطي تاعهم ديال الصورة مهمشة على المجلس مهمشة خص يكون في الحوار وربما خير ذلك هو أن هذا اللقاء هذا المعنى عربي كاين راه حضر حضر ديال المجتمع المدني والموسيقى اليوم فإن هناك غياب للصمت فين واحد الصمت فين هو رئيس مجلس بلد فين واحد دار رئيس مجلس الجهة حنا ما نعرفوش علينا هذا راه خسارة جميع الشعب سيتم المنطقة ومستخدمية مشتغلش لان حنا ما نخصوش فيه ابدا حنا ما مشيناش حنا ما اشتغلناش يعني كنتمنى ان التفعيل يكون بالفعل لان ملي كنشعر بالهموم ديال فاعل الشعب ولا معنى فاعل الشعب وخص يتعامل اما الا شفنا الفرصه نمشي للمقر نمشي للمقر ما ديال الفرصه ما تشوفش حياه الفرصه ولكن خص نفعل خص نشوف دونك ملي كيكون انا ما نقدرش نسالي بلا ما نسمح ربما في خطاب الشرع الاخوان انعدام فيها هي هنا مركب تعقيد. فعلا تشرع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أساس أنه يكون مركب تعقيد. ما يمكنش في الاستيقاظ نوحي لكل واحد لا تروح المملكة ما فيش مركب تعقيد خاص يكون مركب تعقيد. رغم ذلك أن الدوسي ديالنا ما عرفش نوقع فيه يا إما مشى لبلاصة يا إما ما عرفش نوقع فيه المهم